بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم عرفة، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الأمر، ووصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أصحابه، وودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحياة الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجمع لهم الأمور العظيمة التي ينفضون إلى بلادهم وهم يحملون جوامع الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه كله موضوع. واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله عز وجل على قول الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخطبة الجامعة التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة الدماء، وبدأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة الأعراض والأموال، وبهذا جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ على هذه الكليات
وهي ما يعرف بالكليات الخمس التي جاءت بها شريعة الله التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل. هذه الخمس هي الكليات أو الضروريات الخمس التي جاء الإسلام يحافظ عليها. وأعظم ما جاء به الإسلام هو هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبعا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأن الحج إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، ولذلك تشابهت الملة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين الذي جاء به الأنبياء والمرسلين عبر الزمان كله إنما كان دينا واحدا، وهو توحيد الله عز وجل وصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. بهذا جاء الأنبياء والرسل، وبهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحفظ دين الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يوم عرفة، وكحرمة شهر ذي الحجة، وكحرمة البلد الحرام. الحرمات مجتمعة لا تساوي حرمة المسلم، وأنه لا يجوز قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذا قاطع الطريق الذي يعتدي على المسلمين والذي يزهق أرواحهم أو يسلب أموالهم أو يعتدي على أعراضهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء هم الذين يقتلون بالحق، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز قتل امرئ مسلم. وأن زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم، من قتل امرئ لا يحل أن يقتل أو أن يسفك دمه. فهذا عباد الله الذي أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن المسلمين ينبغي أن يحافظوا على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، وأنه لا يجوز الاعتداء في هذا الباب، ولا يجوز السعي في أسباب ما يؤدي إلى هذا الاعتداء، وأن من ذلك بث بذور الكراهية بين أبناء الملة الواحدة، وبث الشقاق والفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وكذلك الأثرة ما يستحوذ عليه فصيل دون فصيل، فإن ذلك يؤدي كذلك إلى بث روح الكراهية والبغضاء. وأن إبعاد فصيل من الفصائل يؤدي إلى بث بذور الكراهية. ولذلك وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بنفسه سبحانه وتعالى حتى لا تحدث الكراهية بين الأخوين أو بين الأخ والأخت أو بين الأرحام، حتى لا تحدث هذه الكراهية عند توزيع التركة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا وصية لوارث، وذلك حتى لا يعطي المورث أحد الورثة ما يزيد على نصابه، فتحدث العداوة والكراهية بين الإخوة أو بين الأرحام. وكذلك حرم الإسلام الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج، أو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وأختها، وبذلك أيضا حتى لا تتقطع الأرحام، وحتى لا يكون هناك نوع من الكراهية والبغضاء. وعلى ذلك
نبه الشرع على أننا ينبغي أن نحارب بذور الشقاق وبذور الكراهية والبغضاء، وأن نسعى إلى أن يكون أبناء الملة الواحدة على قلب رجل واحد في إحقاق الحق وإبطال الباطل. وينبغي أن نحافظ عباد الله على دماء المسلمين وعلى أرواحهم وكذلك على أموالهم وأعراضهم. القضية الأولى التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فلا يسرف في القتل بأن يقتل بدل القتيل قتيلين، أو يقتل غير القاتل أو غير ذلك، فإنه نوع إسراف في القتل. فهذا ما يبين أنه فيه حفظ للأرواح، وأن الله سبحانه وتعالى دعا إلى العفو ودعا إلى الصفح حتى في باب الدماء، فدعا ولي الدم إلى العفو وإلى الصفح، وإن اقتص في العمد فإن ذلك حقه، وإن كان عفوه وصفحه بمقابل أو بغير مقابل هذا من الأفضل له، وأنه من الأثوب له أن يكون الأمر كذلك، وكل ذلك حفاظا على دماء المسلمين. فينبغي عباد الله أن يكون الأمر كذلك. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه الحرمات مجتمعة لا تعادل حرمة المسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عندما نظر إلى الكعبة فقال: والله إني لأعلم حرمتك عند الله، وأن حرمة المسلم أعظم منك، أي أعظم من حرمة الكعبة. فهذا الأمر عباد الله ما ينبغي أن يكون عندنا عظيما، أن يكون عندنا عظيما، فنقطع هذا الأمر ونقطع الأسباب المؤدية إلى هذا الأمر من الظلم. وهذا من أول الأمور التي تهدم المجتمعات، أن يكون هناك ظلم من فصيل لفصيل، فإن ذلك يؤدي إلى بث العداوة ويؤدي إلى التقاتل ويؤدي إلى التشاحن والتباغض والتدابر، وهذا يؤدي إلى سقوط المجتمع بأسره، لأنها سفينة واحدة، وأنها إذا غرقت غرقت بالناس جميعا. لا يتصورن فصيل أيا كان أنه إذا غلب فإنه قد نجا وفاز، بل والله لن يكون إلا الخراب والدمار إذا وقع التقاتل بين أبناء الملة الواحدة أو بين أبناء الوطن الواحد، فسيؤدي ذلك إلى خراب وإلى دمار وإلى فشل وإلى عجز وإلى تغلب العدو على بلاد المسلمين، ووضعها تحت القهر والاستبداد وسلب الخيرات إلى أزمنة طوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور الجاهلية كلها تحت قدميه، وكانت هناك أمورا من الجاهلية في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعها تحت قدميه. وأول ذلك أنهم كانوا يهلون لمناه الطاغية، إله من الأصنام كانوا يعبدونه من دون الله، وكانوا يشركون في التلبية فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجاءت التلبية أولا بتوحيد الله عز وجل ونفي الشريك عن الله عز وجل، وقصد الله عز وجل بالعبادة والطاعة والإخلاص لله، ثم حمد الله عز وجل وشكره على نعمائه التي تغمد العباد بها مذ كانوا أجنة في بطون أمهاتهم، ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى تلبية بعد تلبية ليدلل على أن الأمر على أن العبد في استجابة دائمة لله. لبيك اللهم لبيك،
أي أجيبك إلى ما دعوتني إليه، أجيبك المرة بعد المرة، بل أجيبك مرارا، بل أجيبك على الدوام، أجيبك في الحج، أجيبك في الصيام والصلاة والزكاة والبر، أجيبك في الصدقة، أجيبك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، أجيبك في كل أمر. استجابتي لك دائمة، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن استجابتنا لله عز وجل وللرسول تعني أننا نعيش حياة حقيقية، وأن عدم استجابتنا لله وللرسول تعني أننا نعيش حياة الموت، حياة موت القلوب، فتصبح هذه الأبدان قبور تحوي جيفا نتنة في داخلها، وهي قلوب ميتة ماتت بسبب المعاصي والذنوب والشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان الأمر الأول من أمور الجاهلية هي أنهم كانوا يشركون في التلبية، وكانوا يطوفون بالبيت عراه. كان الحجيج إذا جاءوا من الآفاق فإنهم إما أن يعطيهم أحد من قريش ملابس يطوفون بها، أو أنهم يطوفون عراه ويقولون: لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله عنه أن ينادي في الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة، أن ينادي في الحج بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا فيه تطهير المساجد من الأدناس والأنجاس، فلا يجوز لعبد أن يشرك بالله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإن هذه البيوت أول ما تطهر منه إنما تطهر من الرجس، من النجس، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تطهر من الابتداع في دين الله عز وجل، وأن تطهر كذلك من النجاسات الحسية أو القذارات أو الأذى. فإن الله عز وجل عهد إلى نبيين منهم نبي من أولي العزم من الرسل، وهو الشخصية الثانية في العالم كله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم عليه السلام، بأن يطهر البيت. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه وظيفة، وهي قم المسجد وتنظيفه وتطيبه وتعطيره، وظيفة يقوم بها نبي من أولي العزم من الرسل، يعاونه في ذلك ابنه إسماعيل، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مهنة ربما تكون عند الناس حقيرة، وإنما عظمها الله سبحانه وتعالى، فعهد تطيب البيوت وتطهيرها وإعدادها لذكر الله عز وجل وللصلاة ولقراءة القرآن، أن يقوم بذلك أفضل الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس يوما في المسجد فوجد أعوادا، فجمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أين المرأة التي كانت تقم المسجد؟ فقالوا: ماتت وقبرناها. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لم لم تخبروني بذلك؟ فقالوا: كنت نائما وكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فصفهم خلفه وكبر عليها أربعا إكراما لها رضي الله عنها، مع أننا لا نعرف اسمها ولا رسمها، ولكن نعرف إكرام وظيفتها. كيف كرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنها كانت تجمع أعوادا من المسجد. هذه المساجد بيوت الله عز وجل، وهي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فينبغي أن تعظم هذه المساجد. كيف يصير الأمر إلى أن يعتدى عليها بحرقها أو بإتلافها أو بوضع أو بقذفها حتى ولو بالحجارة أو غيرها؟
أو باقتحامها أو قتل أناس في جوفها أو غير ذلك غير معظمين لهذا المكان، هذا الأمر ليس وليد الساعة، وإنما كانت هناك ساعات من الجفاء، ساعات طوال من الجفاء، بل أيام وأشهر وقرون من الزمان كان هناك جفاء بين الناس وبين البيوت، بين هذه البيوت المعظمة المكرمة. فلما كثر الران على القلب وقست القلوب صار الناس غير معظمين لهذه الأماكن. إنك تشاهد أن الرجل إذا دخل المسجد لا يفرق بين المسجد والطريق، ولا بين المسجد وبيته، ولا بين المسجد والمصنع، ولا يجد حركة في قلبه تدل على أنه معظم لهذا المكان، ولا حتى معظم للصلاة في هذا الزمان. فإنه إذا دخل المسجد يتحدث ويرفع صوته ويتكلم في كل شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع البيع والشراء ومنع إنشاد الضالة في المسجد حتى لا يتحول المسجد إلى سوق تجاري، وحتى لا تكون هناك مشاحنات ومساومات ومفاوضات وخروج عن هيئة المسجد الذي بني له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هذه البيوت لم تبنى لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فينبغي أن تكون المساجد كذلك، وينبغي أن تكون لذلك، وينبغي أن تعظم هذه المساجد حتى لا تقسى القلوب، وحتى لا تهجر بل تغلق بعد ذلك المساجد بسبب ما يجد الإنسان في قلبه من الجفوة بين هذا المكان وبين قلبه. والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فهؤلاء عباد الله لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة، وذلك جزاء ما اقترفت أيديهم من تعطيل هذه المساجد، سواء كان هذا الإغلاق معنوي أو هذا الهجر معنوي أو هذا التخريب معنوي أو كان ماديا بإغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها، أو كان ذلك معنويا بأن الناس يهجرون هذه المساجد فلا يأتونها، فإن ذلك كله من تخريب هذه البيوت. إنما بنيت هذه البيوت لعمارتها، وكما قال ربنا عز وجل قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله، عمارتها في نوعين: العمارة الأولى في تشييدها وتهيئتها للمصلين، والعمارة الثانية هي شغلها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي. فأول ما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور الجاهلية، ذكرنا أنهم كانوا يلبون بالشرك، وكانوا يهلون لمنات الطاغية، وكانوا يطوفون بالبيت عراه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن ينادي في الناس في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة وتحت إمارة أبي بكر رضي الله عنه، في هذه السنة التي كان أبو بكر أميرا للحج فيها، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكانوا عباد الله يسعون بين الصفا والمروة بين صنمين إيساف ونائلة يعبدونهما من دون الله. فلما جاء الأنصار وعلموا أن المشركين كانوا يسعون بين الصفا والمروة أي بين صنمين في الجاهلية، تحرج الأنصار من السعي بين الصفا والمروة، فأمر الله عز وجل بالخير ونهى الله سبحانه وتعالى عن الشر، فأزيلت إيساف ونائلة، وصار الناس يسعون بين الصفا والمروة طاعة لله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن محى الله عز وجل ما كان شركا، وأبقى الله عز وجل ما كان توحيدا. فسعى الناس بين الصفا والمروة، وليس بين صنمين إيساف ونائلة، وهذا مخالفة لأهل الجاهلية. وكانوا هؤلاء القرشيين يسمون بالحمص، وكانوا يقولون فخرا نحن أهل الحرم، فنخرج منه، فكانوا لا يقفون بعرفة. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارا بمزدلفة، وهم يظنون أنه لن يتجاوز مزدلفة، فتجاوزها ودل ووقف بعرفة صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. فخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين، وكانوا عباد الله، وكانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى في المزدلفة، كانوا يذكرون آباءهم ويتفاخرون بالآباء والأجداد عند انتهائهم من الحج، أي عند مزدلفة بعد نزولهم من عرفة، فيأتون إلى مزدلفة يتفاخرون بالآباء والأجداد. فقال الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي عليكم أن تغيروا هذا إلى ذكر لله عز وجل، وأن يكون ذكر الله عز وجل كما كان أهل الجاهلية يذكرون آباءهم، بل هو أشد من ذلك أن تذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا. وكانوا يتحرجون من البيع والشراء والتجارة في أثناء الحج، فقال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تبيعوا وتشتروا أثناء الحج، وينتفع الناس مع أنهم يؤدون النسك رحمة من الله عز وجل وفضلا، رحمة من الله سبحانه وتعالى وفضلا. وذلك مما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية في الحج، كان يتحرى ما كانوا يفعلون مما يخالف الفطرة ويخالف الدين ويخالف العقل، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل من ذلك شيئا، وإنما يخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم كانوا يبتدعون في دين الله عز وجل، فيعتقدون أن المحرم لا يجوز له أن يدخل البيت من بابه، وأن ذلك يعد ترفها ويعد ترفقا، فلذلك كانوا يبنون البيوت من على الأسوار. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من البر في شيء، ليس من البر في شيء، وإنما البر هو تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن البر هو جامع الخير الذي يجمع الخير كله. فقال الله عز وجل: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. فكانوا يتسورون الأسوار حتى لا يدخلون من الأبواب، وكل ذلك ابتداع في الدين وغلو. ولذلك أنت تجد أهل الغلو والانحراف والابتداع بعيدين كل البعد عن دين الله، يعظمون أشياء لم يعظمها الله، ويحقرون أشياء عظمها الله سبحانه. وأن العبد لا ينبغي أن يكون هنا أو هناك، وإنما ينبغي أن يكون على الحق وعلى الجادة وعلى الصراط المستقيم الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، ما كان من الدماء في الجاهلية فإنه موضوع كله، وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. قامت معركة بين قبائل، فكانوا يقذفون بالحجارة، وكان ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد، فجاءه حجر فقتله، فصاروا له دم عنده ذيل، فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه كله موضوع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الربا من الجاهلية، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبدأ بنفسه،
فيمتثل هو ويكون أول من يمتثل لأمر الله. فقال: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. والله سبحانه وتعالى حرم الربا كله وبينه لا يقوم به اقتصاد فرد ولا أسرة ولا مجتمع، وإنما يأتي بالخراب على الناس. وأن الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب على المرابين، وأنه يصبح حربا من الله سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالعبد إذا تاب يأخذ رأس ماله ولا يأخذ ما زاد ما كان يرابي عليه من الزيادة، فإنه لا يجوز له. فإن لم يفعل فليأذن بحرب من الله ورسوله، وهو لا قبل له بالله. فإن لله جنود السماوات والأرض الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يجوز أكل الربا، لأنه يؤدي إلى التخبط الاقتصادي في حياة الفرد وفي حياة الأسرة وفي حياة المجتمع. وأن الربا درهم الربا الواحد أشد من 36 زنية، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر جد خطير، وهو من أمور الجاهلية التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن من أمور الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدمي حكم الجاهلية. وحكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله وبغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، سؤال استنكاري مطروح على الناس، أي هم يرغبون في حكم الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم يطرح الأمر الثاني: من أحسن من الله حكما؟ إن قالوا غير الله كفروا، وإن قالوا حكم الله عز وجل لزمهم أن يأخذوا به، وإلا كانوا غير عقلاء، وإلا كانوا مجانين غير عقلاء، إذ أنهم لا يأخذون بالأفضل ولا يأخذون بالأحسن ولا يأخذون مما يقيلهم من كل العثرات وينجيهم من كل المضايق والأزمات. فإنهم إذا فعلوا ذلك كانوا يظلمون أنفسهم، ولذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله من الظلم، وكان من الفسق، وكان من الكفر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإن على العباد أن يحكموا شريعة الله عز وجل، وأن يحافظوا على هويتهم الإسلامية، وأن يبذلوا في ذلك طاقتهم. وأول ذلك هو أن يصلح العبد نفسه، وأن يكون ممتثلا في نفسه، ممتثلا بدين الله عز وجل، متحاكما إلى شرع الله عز وجل في نفسه، مطبقا لما جاء في كتاب الله عز وجل، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق. فينبغي أن يكون هو قرآنا يمشي بين الناس، ينبغي أن يكون مثالا وقدوة يشار له إليه بالبنان، على أن هذا المسلم الحقيقي، لا أن تكون صورة المسلم هي الصورة عن الله عز وجل، هي الصورة التي لا عليها الناس فرونها النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لمنفرين. فينبغي أن يكون العبد ملتزما في نفسه، ثم بعد ذلك أن يكون ملتزما في بيته، في أسرته، مع زوجته، مع أولاده، ينبغي أن يحملهم على الالتزام. فإنه ملك متوج في بيته،
يقيم شرع الله عز وجل ودينه وهو ممكن في هذا البيت، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالعبد ينبغي إذا مكن وكان رب أسرة فهو عائل لها ومسؤول عنها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. فينبغي أن تتقوا الله عز وجل وأن تعدوا للسؤال جوابه. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالعبد أول ما يقي نفسه ثم أهله. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ينبغي العناية بالأولاد وحملهم على طاعة الله عز وجل. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم ينبغي أن نخرج إلى الأسرة بحجمها الكبير من الوالدين بالنصح الذي يتوافق مع الأدب مع الوالدين، وكذلك مع برهما، ثم مع الأرحام، ثم ننطلق إلى الجيران، ثم الزملاء العمل، ثم من نلقاه في طريقنا، ثم من يأتي مسجدنا. كل هؤلاء مسؤولية علينا أن نقيم فيهم شرع الله عز وجل ودينه، كل بحسب وكل بحسب تمكيننا في هذا الأمر. فينبغي عباد الله أن يكون الأمر كذلك، حتى إذا ما كان الصلاح يبدأ بنفسك تغير الكون من حولك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي من الأسوأ إلى الأصلح. فإذا حدث ذلك فإن الله يغير المجتمع من حولهم من الأسوأ إلى الأصلح. وأما إذا كان التحول من الأصلح إلى الأسوأ فإن النعم تنقلب إلى نقم، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كنا في نعمة بالأمس فتغيرت، فهذا دال على أن نفوسنا قد تغيرت وأنها قد تحولت، وليس من الأسوأ إلى الأصلح، وإنما من الأصلح إلى الأسوأ. فجاءت النعم تنقلب علينا نقما، نقمة بعد نقمة، حتى نذوق العذاب وحتى نذوق ما كسبت أيدينا وما فعلناه بأنفسنا. فإنما حدث إنما هو فعلنا بأنفسنا وليس فعل غيرنا بنا، وذلك لأننا ضيعنا نعمة الله سبحانه وتعالى وكفرنا نعمة الله عز وجل، فظننا أن هذا نهاية الطريق وأننا قد بلغنا ما شرعنا من أجله في بدايتنا، فكان الأمر خلاف ما اعتقدنا وخلاف ما تصورنا وخلاف ما كانت رؤيتنا. فكان الأمر نقمة بعد ذلك، منقلبة بعد نعمة. وهذا الأمر درس ينبغي أن يعتبر. وطالما أن الإنسان في الحياة فإن له مستعتب يستطيع أن يعود وأن يجدد وأن يصحح وأن يسير، فطالما أنه على الطريق فإنه سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن عليه أن يتعلم وأن لا يلدغ من الجحر مرتين أو ثلاث أو أربع كما نفعل بأنفسنا، بل علينا ألا نلدغ من جحر مرتين، حتى يوفقنا الله سبحانه ويمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، ويبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. إن مما وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الجاهلية تبرج الجاهلية. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وكانت المرأة في الجاهلية تضع الخمار على رأسها ولا تشده، فيبدو منه الشعر والعنق والصدر، وكانت تمشي تتغنج بين الرجال. فأنزل الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أي كما تقيم المرأة صلاتها وتؤدي زكاتها وتطيع الله ورسوله، عليها أن تحتجب وأن تغطي وتستر ما أمر الله عز وجل ورسوله بستره.
فهذا من الواجبات كالصلاة والزكاة وطاعة الله عز وجل ورسوله. هذا من أمور الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه. وهناك وكل أمر كان من أمور الجاهلية ينبغي أن يكون تحت أقدامنا. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا الله في النساء، وإنما لأنها امرأة ضعيفة، ولأنها كائن ضعيف، وأنها تحتاج إلى عناية ورعاية، وإنها ناقصة عقل ودين، وأنها قد يصدر عنها ما لا يصدر عن الرجال بسبب نقص عقلها أو دينها أو شدة عاطفتها، لأنها تحزن بأتفه الأسباب وتفرح لأتفه الأسباب، وذلك لما ركب الله عز وجل فيها من العاطفة الجياشة التي تسير خلفها، فهي تسير خلف عاطفتها وليس خلف عقلها، ولذلك كانت ناقصة العقل والدين، فهي تحتاج إلى نوع من الرعاية والعناية، ونوع من العفو والصفح عنها، ونوع عن تجاوز والتغافل عن بعض الأخطاء التي تقع بها، التي تقع فيها ما لم تكن هذه الأخطاء جسيمة. فإن الزوج ينبغي أن يكون عنده غفلة، عنده غفلة عن بعض ما يحدث من زوجته، وإذا كان يحتمل التغافل فليس عليه إلا أن يتغافل عن ذلك، لا أن يقف لها عند كل صغير وكبير، وعند كل حرف وكلمة تتكلم بها أو تتفوه بها، أو سقطة في كلمة أو حركة أو فعل أو غير ذلك، بل ينبغي أن يتجاوز عنها، لأن ديننا جاء بالرحمة للصغير والكبير والمرأة والرجل حتى الطير والحيوان، فإن ديننا جاء بالرحمة. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرأة ليعلم الناس مكانة المرأة في الإسلام، فإن المرأة أمي وأختي وابنتي وعمتي وخالتي، وهي تحوطني من كل جانب، ولها حق في كل جانب من جوانب الإحاطة، فالأم هي أول ما يخص بالرعاية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل: من أحق الناس بحسن رعايتي أو بصحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن رعايتهن حتى يتزوجن كن له وقاية من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هناك جزاء عظيما لمن ابتلي بالبنات، أي كان عنده من البنات فأحسن إليهن ورعاهن أحسن الرعاية حتى تزوجن واختار لهن الأزواج حتى يكن سعيدات في بيوتهن، فإن ذلك ليس له جزاء إلا الجنة، فإن ذلك ليس له جزاء إلا الجنة. ثم أوصى بالأخت والعمة والخالة فيما يعرف بالأرحام، وبين أن قاطع الرحم فإنه ليس له مصير إلا النار، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ اسما للرحم من اسمه سبحانه وتعالى الرحيم، وأن الله عز وجل شدد على من قطع من ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، وأمر الله عز وجل بصلة الأرحام والإحسان، وأنه يجب على المرء إذا كان غنيا وكانت أرحامه فقيرة تكون النفقة عليهم واجبة، في هذه الحال أن يجب عليه أن ينفق من ماله على أرحامه، سواء كانت أخته أو عمته أو خالته لحاجتهم إلى ذلك، ولأنه يصيبه العار إذا ما تكففنا الناس أو خرجنا للسؤال أو وقعنا في الرذيلة أو غير ذلك. وكل ذلك عباد الله إكراما لهذه المرأة التي جعلها الإسلام درة مصونة لا تمتد إليها يد ولا تنظر إليها عين، لا تمتد إليها يد ولا تنظر إليها عين. وأنت تجد خلاف المسلمين هناك من يعبث بأجسامهن إذا كان ذلك بحركة اليد باللمس أو حتى ما يصل إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله، كما في المجتمعات الأوروبية المتحررة أو الأمريكية أو غير ذلك، فإنك لا تجد إلا اليسير إلا من رحم الله من الأبكار في البنات، وكل ذلك ليس بعقد شرعي وإنما بالزنا والعياذ بالله. المعاشرة
مباحة عندهم، المعاشرة مباحة عندهم، وهذا الأمر ليس بزواج وإنما بالزنا والعياذ بالله، وأنه قد تتخطى النسبة في أمريكا وأوروبا 80%. لا يوجد بنت تصل بعد 15 من عمرها أن تكون بكرا إلا المهاجرين إلى هؤلاء البلاد من جنسيات، إما أن تكون مسلمة فهي تعرف أن ذلك ليس من الأمور الشرعية وأن ذلك فعل البهائم وأنه لا يجوز فعله وأن هذا اعتداء على الأعراض وتدنيس لها، أو يكون من مجتمعات شرقية كالهند والباكستان وغيرها، وأنها ربما يكونون يعظمون هذا الأمر في سلوكهم وتقاليدهم وعاداتهم. فهذه 20% ليست من السكان الأصليين، أي ما يكون من العفة، ولكن الإسلام صان المرأة وجعلها درة مصونة في داخل محارتها، وهو بيتها وقعر بيتها، فإن الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وكان يتحدث عن مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الإسلام سعى إلى تكريمها وصيانتها وعدم العبث بها ولا حتى بالنظر إليها، وذلك حتى تكون المرأة مطلوبة، ثم جعلها الشرع مطلوبة، فالمرأة لا تعرض نفسها، وإنما يذهب من يريدها فيطلب يدها من ولي أمرها، وله أن يقبل أو يرفض أو يرده أو ينتقي أو يختار لابنته أو موليته فيختار لها، ويشترط لها مهرا ويشترط لها سكنا، ويأتي الشهود يشهدون على هذا العرس أن ذلك عرسا شرعيا، ثم يكون الإجاب والقبول والرضا وزوال الموانع من ذلك، أي من هذا الزواج، وشهادة الشهود ودفع المهر ووجود كذلك من يحضر هذه الأعراس، وكل ذلك لا يوجد إلا في ملتنا تكريما لهذه المرأة المصونة التي تكون مطلوبة على كل حال ثم هذا الأمر الذي عظم الله سبحانه وتعالى فيه أمر المرأة، ما ذكره الله عز وجل قرآنا يتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وضرب الله عز وجل بهما مثلا للصلاح والتقى، وهاتان امرأتان. وهذا يدل على أن ديننا يكرم المرأة ويعرف قدرها، وأنها هي المدرسة التي تخرج الأجيال، هي التي أنجبت أبناء العلماء، هي التي أنجبت العلماء والقواد الذين قادوا الدنيا بأسرها. فهذه هند وهي تحمل معاوية بن أبي سفيان، ويأتيها آت فيقول: إن هذا الولد إن كبر سيسود قومه، فقالت: ثكلته إن ساد قومه فقط، أي أني فقدت لا أريده، أي أنها تدعو عليه بالموت إن كان إن عاش ساد قومه فقط. فلما عاش معاوية ساد الدنيا كلها، فحكمها من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، هو وأولاده من بعده، وأقاموا دين الله عز وجل على أكبر رقعة من الأرض. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله كان يتيما ربته أمه، وهي التي دفعته إلى طلب العلم في الحجاز، ثم دفعته إلى مالك، ثم صار إلى الكوفة، ثم إلى اليمن، ثم عاد إلى مصر، ثم عاد إلى المدينة، ثم الحجاز، ثم جاء إلى مصر، وكانت نهايته رضي الله رحمه الله في مصر، وهو مدفون بها وقبره معروف. وهذا الإمام أحمد كان يتيما ربته أمه، وهي التي دفعته للعلم حتى كان إمام أهل السنة والجماعة. وهذا سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وجبل من جبال العلم، كانت أمه هي التي ربته، قالت: يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أغزل الصوف وأبيعه وأنت تتعلم وأنفق عليك، فوهبته للعلم. فهذا كان في محمد بن الحسن كذلك، وهو صاحب أبي حنيفة
حنيفة كان يتيما فربت أمه حتى صار هو قاضي القضاة بالكوفة وهو قاضي الهارون الرشيد، بل كان هارون يتمنى أن يجلس مع الحسن، وكان فقيرا يتيما ربته أمه، وكان يعمل صغيرا ويطلب العلم عند أبي حنيفة، وذلك كله بتوجيه أمه. فهذا الأمر عباد الله يبين أن الأمة عندما وهبها الإسلام هذه الوظيفة، وهي وظيفة الإعداد للجبهة الداخلية التي يقوم عليها الوطن بعد ذلك من أبناء يصبحون قوادا وعلماء، إنما هي من مدرسة الأم. وهذه هي العناية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر يحتاج منا إلى رحمة للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، ولم يضرب امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وآله وسلم. لم تمتد يده على امرأة من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم قط، لم يضرب امرأة ولا ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخادم قط. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الطريق فتأتي جارية أي طفلة صغيرة كانت تأتيه فتمسك يده فيمشي معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث سارت، يمشي معها حيث سارت، وذلك عطفا ورحمة وشفقة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل ابنته زينب يحملها في الصلاة، وكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة الإسلام، هذه رحمة الإسلام بالنساء. ليس من البطولة ولا الرجولة ضرب المرأة ولا كسرها ولا شد رأسها ولا إسالة دمها، وإنما ينبغي أن يكون التأديب بضرب غير مبرح يقصد به فقط أن ينبه على الخطأ، وليس المقصود به قتلها ولا إحداث علة بها ولا كسرها ولا شد رأسها ولا إحداث ضرر بها، وإنما تنبيهها على الخطأ. فإذا استمرت على ذلك فإنه في هذه الحالة إذا صارت أنها امرأة سوء فينبغي أن يفارقها، فإن الله جعل الفراق بالإحسان أيضا وعدم نسيان الفضل بين الرجل وبين المرأة حتى بعد الطلاق، وإنما حدثت الأزمات والنكبات والعلاقات الخاطئة بين الرجال والنساء بالانحراف عن الشريعة الإسلامية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لا تدخل المرأة في بيتها أحد يكرهه الزوج، ليس أجنبيا. الحديث ليس عن الأجانب، لأن الأجنبي لا يجوز أن يدخل بيت الزوج في غيابه على أي حال كان، إلا إذا كان هناك حريق مستعر في البيت أو كان لصا أو غير ذلك، وإنما لا ينبغي بغير ذلك أن يدخل الأجنبي إلى البيت، وإنما يتكلم عن محارمها. إذا لم يأذن الزوج في دخولهم فهي لا تدخلهم إلى بيته إذا كان يكره ذلك. ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجب على الرجل أن ينفق على زوجته من الطعام والشراب والكسوة والعلاج والسكن، والإنفاق على أولاده كذلك. وكثير من الناس إذا حدث بينه وبين زوجه شيئا فإنه لا ينفق عليها، خاصة إذا كان هناك نفقة واجبة عليه في عدة بعد طلاق، أو كان نفقة على ولد بعد الانفصال التام أو بعد الطلاق البين. فتنجد كثيرا من الناس يمتنعون نكاية في المرأة أن ينفق على أولاده، وكل ذلك من الانحراف عن الشرع، وكل ذلك من عدم أداء الحقوق والواجبات، وكل ذلك يأتي بالنكسات والنكبات على أهل الإسلام لمخالفتهم شرع الله عز وجل. تسعى المرأة في المحكمة سنين طوال لكي تحصل على دريهمات من الزوج للنفقة على أولادها، وكيف يكون ذلك وهي نفقة واجبة
والواجب عباد الله ما لا يسع المسلم تركه، وأنه يأثم بتركه، وأنه يثاب بفعله اقتداء. فينبغي على العباد أن يتنبهوا لهذا الأمر، أن يكون المعصية الواحدة قد تكون سبب هلاكنا وتأخرنا وتغلب عدونا علينا، فينبغي أن نحرر أنفسنا من معصية الله، وأن نطهر أرواحنا من دنس الشرك والوثنية والبدع والمعاصي والمنكرات والسيئات، وأن نكون في طاعة الله عز وجل مستجيبين لأمر الله. واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فإن هذا هو العلاج، وهو المخرج من كل أزمة ومن كل نكبة ونكسة تعرضنا لها، بل هو الحياة الحقيقية التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لنا مخرج إلا في ذلك. وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. فبلغ رسولنا البلاغ المبين، وأكمل الله عز وجل له الدين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد شهد أفضل جيل جاء مذ خلق الله السماوات والأرض، مذ خلق الله السماوات والأرض لم يأتي جيل من الأجيال مثل جيل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونحن نشهد بذلك. فإذا كان الأمر كذلك قد أكمل الله له الدين وقد بلغ البلاغ المبين، فليس لنا أن نزيد في الدين ولا أن ننقص منه، وعلينا أن ننتهج ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.